اهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. كلنا عارفين ان فاضل ايام قليلة جدا ويدخل علينا شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. مشروع النهاردة مشروع سهل جدا، مشروع للشباب، مشروع رمضاني. يعني المشروع ده مشروع زي نظام بالبلد كده، سبوبة او مصلحة بتعمله في شهر رمضان والشهر اللي قبل رمضان، وبتكسب كم الف كده من المشروع ده. مشروع سهل جدا واي حد يقدر يشتغل فيه، شاب صغير او سيدة او شاب كبير او راجل يقدر يشتغل في المشروع بكل سهولة. مشروع النهاردة المميز فيه انك تقدر تبدأه باي رأس مال موجود معاك. لو معاك 500 جنيه تقدر تبدأ في المشروع بكل سهولة. مشروع النهاردة عن تصنيع منتج من المنزل، هتكسب في القطعة الواحدة بداية من 20 جنيه في القطعة الواحدة، بيبقى ربحك الصافي من المنتج اللي انت هتبدأ تصنعه النهاردة ان شاء الله. وزي ما احنا ما بنتكلم عن مشاريع بملايين، بنتكلم برضو عن مشاريع بألوفات او اقل من 1000 جنيه، بحيث ان الناس كلها تقدر تفتح مشروع كويس وتكسب منه بالحلال ان شاء الله. قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة، عايز منك طلبين. اول حاجة تعمل لايك للفيديو تأديا على المجهود اللي احنا بنبذله. تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهاردة هو مشروع تصنيع الفوانيس الخيامة والمنتجات الخاصة بزينة رمضان، زي الفوانيس والجوامع والهلال والنجمة عربيات الفول. والمشروع ده يعتبر من المشاريع السهلة جدا واللي ما بتحتاجش الخبرة نهائي، وممكن تبدأ في المشروع بأقل رأس مال زي ما انا قلت. يعني لو معاك 500 جنيه تقدر تبدأ في المشروع بكل سهولة. هنتكلم الاول على فكرة المشروع، اقول لك فكرة المشروع عبارة عن ايه، وبعد كده اقول لك على التجهيزات الاساسية عشان تبدأ تشتغل، بحيث لو اي شاب صغير بيتفرج عليا عايز يبدأ في المشروع ده ويكسب منه بالحلال. اول حاجة فكرة المشروع. وفكرة المشروع عبارة عن ايه؟ في راجل بيبيع هياكل او تصاميم للفوانيس الخاصة برمضان او الجوامع او عربيات الفول. كل اللي عليك اللي انت بتشتري الهيكل او التصميم ده، وبعد كده بتبدأ تغلفه بقماش الخيامة، وبعد كده بتبدأ تزينه بالزينة اللي انا هقول لك عليها. دي الفكرة المشروع، فكرة سهلة جدا. بتجيب حاجة اللي هي الاسلاك او الهياكل المعدنية ديت، وبتبدأ تغلفها بالقماش الخيامة، وبيبقى عندك منتج تقدر تبيعه وبتكسب في القطعة الواحدة 20 جنيه. نيجي بعد كده على التجهيزات الاساسية عشان ابدأ في المشروع. اول حاجة زي ما انا قلت اللي هو السلك المعدني او الهياكل المعدنية اللي انا هقول لك هتجيبها منين دلوقتي. تاني حاجة قماش الخيامة، وقماش الخيامة بيتباع بالمتر، متوفر عند تجار القماش، تمام. تالت حاجة مسدس الشمع، لو مش عندك مسدس شمع بيبقى سعره 75 جنيه. تالت حاجة، رابع حاجة ادوات التزيين. دي المنتجات اللي انت هتبدأ تحتاجها عشان يبقى عندك منتج جاهز تقدر تكسب منه. نيجي على اسعار المواد الخام واماكن بيع المواد الخام. اول حاجة الهياكل المعدنية او الاشكال اللي هي مصنوعة من السلك المعدني. والاشكال ديت في عندك اشكال كتير، تمام. في عندك، نبدأ الاول في الفوانيس. الفوانيس دي بتتباع حسب الحجم. الفوانيس اللي هي المعدن اللي هي بتبدأ تجيبها وتحط عليها القماش الخيامة دي بتبقى حسب الحجم. يعني عندك حجم اللي هو 20 سنتي بيبقى سعر الفانوس 5 جنيه، عندك حجم 40 سنتي بيبقى سعر الفانوس 8 جنيه، سعر الفانوس اللي هو الهيكل المعدني بس، تمام. عندك الحجم اللي هو 50 سنتي بيبقى سعر الفانوس 10 جنيه، عندك الحجم اللي هو المتر الفانوس اللي هو المتر بيبقى سعره 25 جنيه. في عندك برضو اشكال تانية من المعدن زي الهلال والنجمة، بيبقى سعر القطعة فيه 2 جنيه. في عندك الجوامع وعربيات الفول، بيبقى سعر القطعة فيها 20 جنيه. دي بالنسبة للهياكل المعدنية او التصاميم المعدنية اللي انت هتبدأ تغلف عليها القماش الخيامة. بعد كده قماش الخيامة، وسعر متر قماش الخيامة بيبدأ من 10 جنيه. سعر المتر في قماش الخيامة بيبدأ من 10 جنيه، في ب10، في ب12، في ب18. ده بيبقى حسب ايه؟ بيبقى حسب تخانة او سمك القماش نفسه، تمام. بعد كده اللي هتحتاج اكسسوارات للزينة، الاكسسوارات اللي انت هتزين بيها الفانوس او المنتج اللي انت هتبدأ تنفذه ان شاء الله. والاكسسوارات دي بتجيبها من اي محل لبيع ادوات الخياطة،
وبيبقى الاكسسوارات دي بتبقى سعرها رخيص، ما بيبقاش سعرها غالي قوي، لا بيبقى سعرها رخيص. بالنسبة للأشكال اللي مصنوعة من السلك المعدني، أبدأ أجيبها منين؟ هجيبها من العنوان اللي أنا سايبه لك في لينك المدونة أسفل الفيديو، وهتلاقي في أول تعليق ادخل على لينك المدونة هتلاقي العنوان اللي موجود فيه الفوانيس أو الأشكال المصنوعة من السلك المعدن. هندي مثال كده يا جماعة، لو قلنا إن احنا نبدأ نصنع الفانوس اللي هو 40 سنتي، فانوس 40 سنتي، نبدأ كده نحسبها واحدة واحدة. الفانوس اللي هو 40 سنتي بيبقى سعر الهيكل نفسه 8 جنيه، تمام؟ الفانوس اللي 40 سنتي هيحتاج منك نص متر قماش، نص متر قماش خيامة، نص متر القماش هيبقى سعره 5 جنيه، تمام؟ بعد كده هتحتاج اكسسوارات لتحطها على الفانوس، وليكن هنقول الاكسسوارات دي سعرها 3 جنيه. بعد كده هتحتاج صابع شمع، بص هحسب لك صابع الشمع. بعد كده هتحتاج صابع الشمع هيبقى سعره 2 جنيه، يعني تكلفة الفانوس كله عليك هتبقى حوالي 17، من 15 ل 17 جنيه. الفانوس اللي 40 سنتي ده بيتباع جملة بكام؟ بيتباع جملة ب 35 جنيه. الفانوس اللي 40 سنتي بيتباع جملة للمحلات، تمام، ب 35 جنيه. ممكن انت تبيعه ب 30، ب 25، حسب المكسب اللي انت عايزه، بس انا بقول لك بيتباع جمله ب 35 جنيه، بيتباع للمستهلك بقى من 45 ل 50 جنيه. فده بالنسبه لمثال لتصنيع الفوانيس الخيامه، يعني انت ممكن تصنع او ممكن تبيع 5 فوانيس في اليوم، ده اقل تقدير، يعني ممكن تبيع 5 فوانيس في اليوم والفانوس بيبقى مكسبه 20 جنيه، يبقى ربحك في اليوم 100 جنيه، ده لو انت عايز تبدا مشروع برأس مال بسيط. نيجي على اسعار الفوانيس اللي هي موجوده في السوق. عندك الفانوس اللي هو ال 20 سنتي، دي الاسعار الجمله. عندك الفانوس ال 20 سنتي بيبقى سعره 30 جنيه. عندك الفانوس ال 40 سنتي بيبقى سعره 35 جنيه. عندك الفانوس ال 45 سنتي بيبقى سعره 40 جنيه. عندك الفانوس اللي هو المتر بيبقى سعره جمله 70 جنيه. دي بالنسبه لاسعار الجمله اللي انت ممكن تبيع بيها. طيب دلوقتي انا خدت بكلامك واشتريت المنتجات او التجهيزات اللي انا قلت عليها، اللي هي السلك المعدني والقماش والمسدس وادوات التزيين، وصنعت منتج، ابدا ابيع المنتج بتاعي ده فين بقى؟ اول حاجه في عندك اللي انت تقدر توزع على المحلات، السوبر ماركت، محلات البقاله، المكاتب، ممكن توزع على المحلات وتبيع لهم باسعار الجمله. برضو ممكن توزع على الاهالي والمنطقه اللي انت موجود فيها. برضو ممكن تاجر محل لمده شهرين وبعد كده تبدا تبيع فيه المنتجات وبعد كده تقفل المحل. انا قلت لك في الاول ان المشروع ده كنظام سبوبة او مصلحة اللي انت تطلع منها بكذا 1000 جنيه، تمام. بعد كده التسويق اونلاين، وده فكرة جميلة ان انت تسوق المنتجات اللي انت بدأت تصنعها، تسوق اونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك. مشروع النهاردة مشروع سهل جدا ومناسب للجميع، مناسب للشباب ومناسب للسيدات، اي حد يقدر يشتغل فيه ما شاء الله. طبعا بالنسبة لأي عناوين انت محتاجها هتلاقيها في لينك المدونة اسفل الفيديو بالوصف، وهتلاقيها في اول تعليق. في الاول والاخر انا بقولك فكرة مشروع وبقولك المعلومات اللي قدرت اجمعها عن المشروع. الفكرة عجبتك بتاخدها وبتعمل لها دراسة جدوى تفصيلية. المشروع ب 500 جنيه بس لازم الاول تعمل دراسة جدوى تفصيلية تشوف هتحط ال 500 جنيه دول فين. الفكرة ما عجبتكش، ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها افكار تعجبك. ده كان فيديو النهاردة على قناة رضا حاتم، اتمنى اكون افدتكم ولو بمعلومة. اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.